للحديث حول هذا الموضوع معنا من الرياض عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري دكتور هشام مروة. أهلا ومرحبا بك دكتور هشام. دكتور، يعني من خلال المتابعة ومن خلال المستطلع آرائهم، معظم الناس تريد هذه الهدنة، لكن ما هي الضمانة التي بالإمكان تقديمها للمواطن السوري؟ السلام عليكم. علي وعليكم الشاهد. السلام. موضوع الهدنة كما تعلم وافقت عليه كل قوى الثورة مو من الآن، من شهر شباط العام الماضي، عفوا في مطلع هذا العام، القرار 2268، لكن الخرق كان فقط وفعلا بشكل كبير جدا من جهة النظام. كان عندنا بكل ساعة خرقين يرصدون لهذه الاتفاقية. الآن أيضا هذه الاتفاقية وهذه الهدنة أيضا بدأ الخرق فيها. صحيح السيد كيري يقول في انخفاض لمستوى العرض، ولكن من حوالي 20 خرق للهدنة تم تسجيله بعد دخول الهدنة توقيتها الساعة 7 مساء. تم قصف حندرات في شمال حلب، تم قصف ريف شرقي بحلب وريف غربي بحلب، ريف دمشق، درعا، القنيطرة. يعني هذا تحدي شاب وسافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية. الخوف الواقع ليس من المعارضة. المعارضة عندما قالت نتعامل بإيجابية مع الهدنة ومع الاتفاق، بالتأكيد عندها تحفظاتها. الضمانات المطلوبة هي أن يكون هناك محاسبة. الائتلاف نص في بيانه على أن تكون هناك نوع من المحاسبة من الضمانات لتنفيذ هذه الهدنة، حتى لا تكون هذه الهدنة كسابقتها من الهدن، وأن لا يكون هناك أي استفادة منها ولا أي جدوى منها في دفع العملية السياسية للأمام. من الضمانات أيضا أن يكون هناك قرار صادر من مجلس الأمن بمعاقبة الذي يقوم بالخرق. عدم وجود عقوبات تطبق على النظام نتيجة الخروقات السابقة ستسمح بخروقات كثيرة جدا يمكن أن يمارسها النظام بدون خشية عقاب كما تعلم. نعم. طيب دكتور، يعني كيف تستطيعون أنتم كمعارضة مساندة المواطن في سوريا والذي يسعى دائما لإيجاد هذه الهدنة ويسعى لإيجاد أي بصيص أمل في أمن لتعود حياته إلى ما كانت عليه؟ كما تعلم يعني المعارضة بشقها العسكري تقوم بالدفاع ما استطاعت عن الأخوة المواطنين وعن المدنيين، ولكن الواقع يعني عندما تقوم الطائرات الروسية بقصف المدنيين لا يوجد سلاح نوعي ولا يوجد سلاح جوي لمقاومة هذه الطائرات. هذا الأمر هو الذي تقوم دائما المعارضة السياسية بطلب المجتمع الدولي. إذا لم يلتزم النظام بالقرار الصادر باتفاق الهدنة بمنع القصف ومنع تحليق الطيران، فمن المطلوب إذن أن يوفر للمعارضة السورية العسكرية المعتدلة القدرة على مواجهة هذه الخروقات، بمعنى توفير السلاح النوعي الجوي. هذا أولا. شيء آخر، دعم العملية السياسية فعلا بحيث يكون فعلا في دفع واضح وجاد للنظام لكي يعني ينخرط جديا في العملية السياسية. كما تعلم في الجولة الأخيرة للمفاوضات النظام لم ينخرط في العملية السياسية، رفض المفاوضات مباشرة. طيب دكتور اسمح لي يعني لضيق وقت هذا الاتصال. كان هناك حديث عن تجدد للمفاوضات في أكتوبر، نريد المزيد من المعلومات إذا كان لديك. لا شك دمستورا وباقي يعني الجهات الراعية للعملية السياسية توجههم أنه إذا نجحت هذه الهدنة ستتم الدعوة إلى مفاوضات في نهاية هذا الشهر. متوقع أن يعلم عن شيء من هذا القبيل مع نهاية شهر ديسمبر أو 21 من شهر سبتمبر الحالي. يعني هذه المفاوضات مشروطة بأن تكون الهدنة، أن تسير الهدنة على أكمل وجه. الحقيقة هذا ما قاله دمستورا. عادة الشروط تأتي من أطراف الهدنة. لا، هذه الأمم المتحدة تقول لا يمكن الدعوة. حتى عمل التانكيري كان واضح هذا الكلام. استئناف العملية السياسية يحتاج بشكل واضح إلى مناخات ملائمة، منها إدخال مساعدات ومنها وقف القصف واستمرار ونجاح الهدنة. شكرا دكتور هشام مروة، كنت معنا من الرياض وأنت عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري.